السلام عليكم، مستشفى الأطفال معكم، كيف بساعدكم؟ أوكي لحظة، راح أحولكم لعيادة الأسنان. مرحبا. نعم، وأنا طبيب الأسنان، شو المشكلة؟ ما بينظف أسنانه، هيك رح يصير مشكلة كبيرة. في سوسة ما عندها بيت، بتضل تلف وتدور عشان تلاقي مسكن. أول ما بتلاقي الأكل في أسنانه رح تفرح كتير، وما رح تتركه لأنه أسنانه فيها بقايا الأكل. هالسوسة بتعيش في الأسنان الغير نظيفة وبتتغذى عليهم، وهو رح يحس بوجع كتير لأنه السوسة رح تكسر أسنانه عشان تاكلهم. الحل إنه ينظف أسنانه منيح، يعني 3 مرات باليوم، وهيك رح تصير أسنانه نظيفة وما رح تيجي السوسة لعنده. تمام، أتمنى تتصلوا مرة تانية وتخبروني إنه بنظف أسنانه. أوكي، في خدمتكم، في خدمتكم بأي وقت. أوكي، سلام سلام.